بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صباح الفل او مساء الفل على اختي وحبيبتي وامي اللي بتتابعني. وحشتوني وحشتوني وكمان مره وحشتوني. يلا بينا، النهارده عندنا روتين صعب جدا وفي حاجات كتير قوي، بس عايزه اقولك اللي مفيش حاجه صعبه علينا. طول ما انت قادره تعملي الحاجه مفيش حاجه اسمها صعبه ابدا. ارمي توكلك على ربنا وان شاء الله ربنا هيخليكي تعملي الحاجه ديت وانت قدها وقدود باذن الله. النهارده هنعمل ايه في الروتين؟ عندنا روتين النهارده في شغل كتير شويتين ثلاثه. النهارده الخميس، عايزين نظبط مع بعض الدنيا كده ونخلي المطبخ رايق علشان يبقى صابح عندنا الجمعه الدنيا نظيفه وزي الفل. طول ما انت بتشوفي الحاجه اللي قدامك نظيفه وزي الفل هتلاقي انت من جواكي بقيتي نفسيتك مستريح. جربي كده وادعي لي بعد كده. النهارده هنعمل ايه في الروتين بتاعنا؟ هنعمل حاجات كتير قوي. تعالي معايا بقى كده ندخل على الروتين على طول ونسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، وحط اللايك بتاعك. هعمل ايه؟ هعمل كوباية قهوة. وعاوزي نفسك اللي انت لما تيجي تعملي حاجة لحد ما تبقيش عاملاها وانت متضايقة، عاملاها وانت ايديكي مش فاضية فمش وقتها ودماغك اللي عمال يجيب كلام كده ملوش اي لازمة. لا خالص، اعملي الحاجة بحب، صدقيني ربنا هيبقى راضي عنك. وطبعا طول ما انت بتعملي الحاجة للشخص او الشخص يعني عامة الحد اللي انت هتعملي له الحاجة ديت، سواء هي اختك، مامتك، جوزك، اخوكي، باباكي، اي حد هتعملي له الحاجة ديت بحب صدقيني بتبقى حلوة، بتطلع من القلب كده على طول، بتبقى حلوة قوي. عملت ايه؟ حطيت القهوة بتاعتي على النار وطبعا مخلية بالي منها، عيني عليها كل شوية، عيني بتيجي عليها وموطية النار عليها. طبعا هقف استنى القهوة بتاعتي كده لحد ما تخلص؟ لا طبعا، الوقت الضيع دوت هعمل فيه ايه؟ هغسل فيه شوية المواعين. انا مش عارفة الكاميرا جايبة الحوض قوي كده ليه، المفروض كنت بعدت شوية بس معلش يعني تتعود المره الجاي. هو المواعين بتخلص؟ يعني المواعين ما بتخلص. هنعمل ايه دلوقتي؟ طبعا حتى لو في حد واقف بيتكلم معاكي في المطبخ، عودي نفسك اللي انت وانت واقفه بتتكلمي مع حد برضو عقلك عمال يفكر في الحاجات اللي احنا بنقولها واحنا بنغسل المواعين، فهماني؟ اكيد طبعا. اللي هي ايه؟ بنفكر بيها على طول الاستغفار، وتحمدي ربنا على كل حاجة ربنا بيدهن. ربنا عمره ما ادانا حاجة وحشة ابدا، حتى لو الحاجة دي انت شايفة اللي هي مش خليكي، لكن ما تعرفيش بعد كده ايه اللي ممكن يحصل. ربنا عمره ما ادانا حاجة وحشة ابدا، احمدي ربنا في الصغيرة والكبيرة وطول الوقت. هقعد اقول لكم كده لحد ما عمري يخلص، لاني كل ما بقول كده بلاقي حد كتب لي في الكومنتات يا هبة انت غيرتي حياتي، خليتيني بقيت وانا واقفه بستغفر كتير، بدعي ربنا كتير، حسستيني اللي في امل في الحياه، حسستيني اللي في قبول في حياه كده بتبقى حلوه قوي. فانا هفضل اقول لكم الكلام دوت لحد ما عمري يخلص ان شاء الله، لاني هاخد ثواب من وراكم طبعا. دلوقتي عملت ايه؟ غسلت المواعين كلها، فاضل بس الكوبايات وحاجات بسيطه. طبعا لسه اليوم بتاعنا مكمل، احنا معانا يوم طويل لسه، بس اصبري كده على رزقك، هتاخدي حاجه كبيره وهتاخدي حاجه حلوه، بس اصبري بس. طبعا خدت الاسبونشه بتاعتي بقى اللي هي بتاعه الكوبايات وبدات اللي انا اغسل معايا الكوبايات. معرفش بقى مين ساعدت الحظ اللي هي حطت لي كوبايه في الحوض فيها شويه رمون، بصراحه كان صعبان عليا قوي شويه الرمون اللي في الحوض دول. الله اعلم بقى مين من عيالي، منا ولا يوسف ولا مكة، الله اعلم. بس تقريبا كده يعني لا منا لا يوسف، لان مكة لسه ما بتطولش الحوض فلسه ما وصلتش للمرحله دي. المهم الحمد لله مش بحب ارمي اي حاجه، لان الحاجه ديت بتبقى نعمه غيري مش لاقيها، فانت عودي نفسك ان انت ما ترميش اي حاجه خالص. هعمل ايه دلوقتي؟ خلص الكوبايات وخلصت المعالق وظبطت الدنيا وبقت كده 100 فل و10. النهارده هنعمل ايه في يومنا؟ كل شويه تساليني انا مش عارفه انت وراكي ايه، مستعجله يعني؟ وراكي حاجه مستعجله؟ هنضف الحوض بتاعي واخليه نضيف وزي الفل، لان على طول طول ما انت شايفه الحاجه اللي قدامك نضيفه وزي الفل، حتى لو كانت قديمه او كانت شكلها مش حلو، لكن طول ما انت بتوضبيها كده وبتخليها نضيفه صدقيني نفسيتك من جوه بتبقى مستريحه. بعد ما خلصت الحوض وظبطت كل حاجه، تعالي معايا بقى نخرج على بره ونشوف هنعمل ايه في التلاجه. التلاجة شكلها ولا يسر عدو ولا يسر حبيب، ايه الشكل دوت؟ انا مش عارفة بصراحة. بيني وبينك انا اللي وصلتها للمرحلة دي. ليه وصلتها للمرحلة دي؟ علشان خاطر اعملها معاكم.
انا بقالي بالظبط 3 ايام او 4 ايام عشان ما اضحكش عليكم ما بجيش جنب التلاجة خالص. طب ليه يا هبة ما تعمليها؟ اصل انا مش هطلع يعني اجيب التلاجة بتاعتي نظيفة واطلع اقولك بص التلاجة نظيفة وتعالي ننظفها مع بعض، لا خالص، انا كان لازم اوصلها للمرحلة دي علشان خاطر لما نيجي ننظفها مع بعض تبقي شايفة الفرق قبل وشايفه الفرق قبل. لكن انا يوميا ايديا في التلاجة على طول، لو في حاجه اتدلقت بمسحها، مثلا في حاجات علب فاضيه باخدها اروح غسلها، حاجات زي كده. طول ما انت ايديكي في الحاجه مش هتتعبي فيها، حتى لو تعبتي هتتعبي التعب اللي هو البسيط قوي، مش التعب اللي انت تبقي هلكانه في الحاجه عشان ترجع جديده تاني او تنضف. عودي نفسك على كده. صدقيني انا لما بتكلم معاكم او بفضفض كده معاكم وبقول لكم على الحاجه ببقى فعلا يعني ببقى فرحانه اللي حد بيستوعب مني الكلام وبيوصل للنتيجه اللي انا عايزه اقولها لكم. بصوا كده منظر التلاجه، قربتها لكم شويه عشان تشوفوا شكلها. طبعا انا مش هاخد الرفوف اغسلها جوه لاني هتبقى شغلانه جامده جدا، فقلت لا، هي التلاجة اصلا مش متوسخة قوي لدرجة اللي انا اخد الرفوف اغسلها، انا هغسلها وهي محطوطة واكيد هتنضف وتبقى زي الفل. يلا انت كمان قومي لو وراكي حاجة وعايزة تعمليها، صدقيني لما بتبقي كسلانة كده ده الكسل دوت من الشيطان، استغفري ربنا كده وقومي على طول اعملي الحاجة اللي وراكي وخلصيها اول باول، تبقى نفسيتك مستريحة. النفسية بتتعالج من الراحة بتاعت الإنسان، لما تقعدي كده وانت قاعدة رايقة الدنيا حواليك نظيفة وزي الفل وكلك تمام. اي نعم بتتعبي شوية لكن لما بتقعدي كده بتبقي فرحانة بالحاجة اللي انت عاملاها. خلصت التلاجة وخليتها نظيفة وزي الفل، اخر حاجة بقى بعملها بجيب معايا منديل وببدأ ان انا انشف التلاجة بتاعتي من فوق ومن تحت، يعني الرف بعمله من فوق ومن تحت لان من تحت بيبقى مشبر مطرح البرودة بتاعت التلاجة. طبعا انا طفيت النور بتاع التلاجة، مش عارفة الاضاءة بقى هتبقى حلوة بالنسبة لكم ولا ايه النظام. واخر حتة بقى في التلاجة تحت خالص مكان الدرج، انا طبعا تعرفين الدرج بتاعي اتكسر فحط بقى المنظمين دول كده بحط فيهم الخضار. الخضار خلص من عندي، هننزل نجيبه برضو وهوريه لكم لما اجيبه عشان نعمل مع بعض ايه كل حاجة بجيبها بنعملها مع بعض. بص كده خلاص التلاجة نورت. بص بقى لما بتعملي الحاجة وترجعي بقى تبص لها تلاقيها بتضحك ازاي بذمتك؟ مش شايفاها بتضحك ولا انا بضحك عليكي؟ لا بتضحك، حودي نفسك على كده. حتى لو في حاجة عندك عليها تراب لو قمتي لمعتيها وشلتي من عليها التراب هتحسي اللي هي بتضحك. والله العظيم الحياة ديت سهل قوي وبسيطة جدا، بس انت بس تفهميها شوية. الناس اللي بتستصعب حاجات البيت وتقعد تقول لا ده كتير عليا والكلام ده، لا خالص، انت اللي بتعملي حاجة كتير عليك. ليه؟ لان بتخليهم يتكرموا عليك كتير 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 ورا بعض. لكن لما بتعملي الحاجة اول باول صدقيني الحياة بتبقى سهلة قوي وانت ما بتتعبيش اصلا. حطيت العلب بتاعت التلاجة بالشكل دوت كده اللي فوق جبن، كان عندي بواقي اكل حطيته برضو من تحت، وفي النص برضو كان عندي برضو بواقي اكل وكده. المهم بقيت التلاجة لما بتبقى فاضية كده ببقى انا عاملة اكل برضو عندي وبروح حطه. بس كده شفتي النظافة حلوة ازاي؟ صدقيني والله العظيم النظافة مش بفلوس، ده شوية مية شوية صابون دنيا هتبقى عندك نظيفة وزي الفل. يا ريت بس الناس اللي هي بتسمع كلامي تعمل زي ما انا بقول لهم، والله النفسية بتبقى مرتاحة جدا. كده خلاص الدنيا بقت تمام. كنت جايبة كيسين بقسماط من حوالي يومين كده حطيتهم في المنظم اللي تحت. بالمناسبة المنظم اللي هو لونه ابيض ده اللي انا بحط فيه التوابل، كان عندي شهد برضو رجعته مكانه وظبطت كل حاجة زي ما انتوا شايفين الدنيا نظيفة، وكمان غسلت الباب ورصيت البيض والأدوية مكانها وكده كله تحت السيطرة والحمد لله. يلا بقى انت كمان لو وراكي حاجة وعايزة تعمليها وقومي بصي على التلاجة بتاعتك، لو حاسة اللي هي منعكشة كده او محتاجة تتظبط قومي اعمليها وارجعي بصي عليها تاني، هتلاقي نفسيتك مستريحة قوي قوي قوي. هنعمل ايه دلوقتي؟ هعمل لهم كده شوية شعرية. انا طبعا قعدت استريحت شوية واتفرجت على المسلسل بتاعي وزبطت كل حاجة، بس بقى هم طلبوا مني شعرية باللبن، فاحنا النهاردة هنعمل شعرية وعارفة اللي طلبت مني على القناة عشان كده عملتها معاكم. هنعملها زي الشعرية بتاعتنا النهاردة، شعرية عادية خالص بس فيها كذا تكاية صغيرة جدا، لو مشيتي ورايا عليها صدقيني الشعرية بتاعتك هتطلع حلوة جدا جدا جدا. اول حاجة بتحطي المادة الدهنية اللي انت هتستعمليها، بس استبعدي الزيت لان الزيت مع الشعرية هيبقى مش حلو خالص. عارفة بقى لو عندك معلقة سمنة بلدي مش قادرة اقولك يا سلام يا سلام. حطيت معلقة السمنة بتاعتي ونزلت بكمية الشعرية، وما تزوديش قوي عشان الشعرية بتكتر جدا في الحلة،
وهبدأ اللي انا احمرها لحد ما تاخد معايا اللون اللي هو الذهب الحلو، وما تبقاش واحدة واحدة عشان خاطر ما تبقاش شكلها مش حلو. طبعا ايديا فيها عشان خاطر ايه كلها تبقى لون بعض. بعد كده بعد ما حمرت الشعرية بالشكل اللي انت شايفاه دوت كده، طبعا انا مش هسيبها وامشي، انا ايديا فيها على طول لحد ما تقولي خلاص، مش هتاخد منك دقيقتين تلاتة وهتلاقيها طلعت معاكي زي الفل. في المرحلة دي في ناس كتير قوي بتضيف لبن، انا عن نفسي بضيف مية. ليه يا هبة ما بتحطيش لبن؟ انا لو حطيت لبن في المرحلة دي اللبن بتاعي هيفرول كده ويبقى عامل زي اللبن القاطع. بتحطي مية تسوي الشعرية بتاعتك وخلاص استوت، شربت المية وبقت كده تمام، بس فيها نسبة مية بسيطة. هحط السكر بتاعي على حسب ما انت عايزة، السكر على حسب الرغبة، حطي 3 معالق ولو عوزتي تزودي تاني زودي. السكر حطيته في المرحلة دي لان السكر دلوقتي هيدوب وينزل المية بتاعته، هتبقى في وسط الشعرية، يعني الشعرية هيبقى برضو فيها سايل كده اللي انت تعرفي تاكليها لو انت مش بتحب اللبن. طبعا كل دوت والنار لسه ولعه وموطياها وعاملاها على العين الصغيره وكله كده تمام. هجيب اللبن بتاعي وهبدا اللي انا اضيفه على الشعريه. خلاص كده في المرحلة دي هسيب بس اللبن حوالي مثلا لو اقولك مثلا نص دقيقة، وبعد كده هطفي النار بالشكل اللي انت شايفاه كده. خلاص الشعرية بتاعتي خلصت. لو انا كنت حطيت السكر من البداية خالص في اول ما انا حمرت الشعرية، السكر هيخلي الشعرية تاخد وقت كتير قوي على النار عقبال ما تستوي. ولو كنت حطيت اللبن برضو في البداية خالص، اللبن كان هيبقى فتافيت كده صغيرة ويبقى عامل زي اللبن القاطع. اعمليها بنفس الطريقة، سهلة وسريعة وطعمها حلو، وحاجة سهلة كده اكيد عندنا في البيت شعرية ولبن. وقومي اعمليها النهاردة الخميس وفرحي الولاد كده بأكلة حلوة كده تكون طعمها حلو جنب حاجة في التلفزيون يتفرجوا عليها، حسسيهم اللي هو الجو الاسري بتاع زمان ده. بصي انا غرفت كده للولاد كده الدنيا تمام وزي الفل، والمطبخ عندي رايق كله تحت السيطرة. وعايزه اقول لك كمان ان انا لما عملت الثلاجه شلت السجاده ومسحت الارض وفرشتها تاني، وكده حسيت ان انا اديت الواجب بتاعي 100 فل و10، واليوم بتاعي خلص وانا مبسوطه منه، مش خلص كده على الفاضي وما عملتش فيه اي حاجه في اليوم بتاعي، لا عملت انجاز الحمد لله. طبعا مع الاضافه للغسيل ونشر الغسيل وتطبيق الغسيل، حاجات كتير بقى مش محتاجه ان انا احكي لك عليها، اكيد انت عارفاها. مفيش مواعين غير الكوبايه والمعلقتين دول، كده كله تحت السيطرة والحمد لله. والروتين بتاعنا كان خلص النهاردة معاكم، اكتبي لي تحت في الكومنتات ايه رأيك في الروتين بتاعنا النهاردة، لو عجبك نكرر تاني الموضوع دوت ولا لا. ان شاء الله ناوية اعمل معاكم الفريزر، اكتبي لي في الكومنتات لو انت عايزة تنظيف الفريزر بتاع التلاجة وتضيف فريزر، هننضفه مع بعض عشان نشوف بقى الخضار بتاع الشتاء هنفرزه ازاي. اوعي تنسي ما تكتبيش، هستناك ان شاء الله. بحبكم في الله يا احلى واطيب اخوات في الدنيا دي كلها، ما تنسيش تحطي اللايك بتاعك، والسلام عليكم.